وشموعها أنوار وأضواء في هذا اليوم المبارك. تطور هذا الاحتفال في عهد الدولة السعودية، كما يقول المؤرخ البستاني في كتابه التاريخي، يقول بأن أحمد المنصور الدبي ذهب بمعية أخيه عبد الملك إلى إسطنبول وشاهدوا الاحتفالات التي كانت تقام بإسطنبول بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف. وعندما أصبح ملكا يعني جاءت له الفكرة أنه يقتبس تلك الشموع التي رآها. وهذا موكب الشموع اللي تاريخه طويل، عنده 500 سنة، واللي كنتمناو أن يكون كتراث لا مادي عالمي إن شاء الله. كنشتغلوا على هذا الموضوع إن شاء الله باش تكون مدينة سلا اللي كتميز وحدها الآن صبحات في هذا موكب الشموع واحتفالا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير كذلك على طقوس وتقاليد تضم الجانب الديني والجانب الثقافي والجانب التراثي الذي يعطي للشخصية المغربية هذا العمق وهذا الخاصية المرتبطة بالمغرب. هذا جانب من تراثنا وعلينا أن نحتفظ به ونثمنه.